كده ايه ده؟ ماشي ساكت ليه؟ ماشي ساكت ليه؟ ايه حراق بس؟ في ايه؟ بس ساكت قوي. ممكن يبقى اخرس خلاص يا حراق. اسود عبد لله بقى كبر وتربى في المنطقة دي وسط الناس الحلوة دي كلها، مفيش واحد منهم ليه جميل عليا، كلهم جرابيع. نهار اسود ابويا يا ابني. ايوه يابا. ايه يا ابني انت كنت فين؟ موبايلك ما بيردش ليه؟ كنت في ميتنج وكان موبايلي يعني صوته واطي. ميتنج؟ ما هو صاحبه واطي لازم يبقى موبايل واطي. طب ليه بس كده بس يابا؟ تصغرنا قدام الاصدقاء. اصدقاء؟ ما شاء الله ما شاء الله. طب يلا اخويا قدام على الجامع بقى عشان نفتح عشان صلاه العصر. صليت الظهر؟ انا هصلي من يوم السبت. وانا هصلي من يوم الاحد، احنا اتفقنا على كده ممكن، مش كده يا صاحبي؟ كده يا صاحبي. انا ما صليتش الدور يا حاج، هو الجامع فين؟ يوم انا هروح بينكم فين؟ هتلقفوني لبعض طبعا. لا اله الا الله. اللهم رسول الله. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. ايه يا عم في ايه؟ هو الحاج مش عارف مكان الجامع؟ يلا تعال تعال. الله خش يا هوجن، تعالى تعال يلا خش اتفرج وبسط. المخزن ده كله هيبقى بتاعك انت، عيشتك وليلتك ونومتك ودنيتك كلها. ماشي. عايزك بقى تسيقه وتلمعه وتنضفه وتخليه بيبرق. ماشي. بيبرق. ماشي. لا مش ماشي. لا مش ماشي يا هوجن. انت هنا تهز دماغك، تهز دماغك وانت ساكت وتنضف. يلا. ماشي. ايه ده في ايه؟ امسك امسك يلا نضف. ماشي ماشي. ال انتوا هتجيبوا لي حقي امتى؟ يوم الثلاث ان شاء الله. الساعه كام؟ انت بتعمل ايه يا حراق؟ انت هتسيب له المخزن كده؟ لا احنا عارفين جاي منين ولا وراه ايه. هيكون وراه ايه؟ هيكون وراه ايه يعني؟ هيطلع حرامي؟ ده يبقى عسليه لو حرامي. وربنا انا مش حرامي. ده لما ابو بهلول وورد كانوا بيسرقوا الناس في المول كنت بنزل العربيه من على صدري عشان الناس تاخد بالها. انا سامع على صدري. لا ايوه عربيه ايه اللي بتنزلها ازاي يعني؟ مش واخد بالي انا مؤاخذه. العربيه النقل. العربيه النقل اللي صرف كده؟ العربيه عاديه يعني؟ لا العربيه النقل. اقول لك على حاجه، عليا النعمه عليا النعمه انت حوار. ودي حاجة حلوة ولا وحش؟ نضف يلا، نضف اهو، نضف يلا. ماشي. يلا يا حيوان. تفتكر حوار الفلوس ده بجد؟ الولد ده وراه فيلم كبير. يا رامبو. ايه ده؟ رامبو. ايه ده؟ ايه ده؟ وربنا عم صابر الموان ده ما عندوش ضمير، ده انا سارق أغلى قفلة عنده، هنقفل ازاي دلوقتي؟ مش هعرف أمسك بأي حاجة. رامبو. بص يا حبيبي، انا ما اسميش رامبو، انا اسمي لطفي، لطفي الحراق. ايه ده؟ وده بقى ايه؟ ما اسموش جاكي شان، ده اسمه حورس. حورس؟ يعني انتوا كنتوا بتتمقلسوا علي؟ الله يسامحكم الله يسامحكم. طب اني قول 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 يا حبيبي. اني جعان حراق ونفسي اكل اي حاجه ان شاء الله. لا 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 لا. بص احنا مش هنصرف على اهلك هنا. خلاص خلاص يا حبيبي. لا هيقعد يقول لي جعان كل شويه. خلاص اهدى، انا هاخده ونطلع عند احسان. وماله مش غلط. ماشي بس رغيف على السخان وترجعوا لي تاني بسرعه عشان عندنا طلعه حلوه بالليل. حاضر. ماشي حاضر. يلا. هي مين احسان لا مؤاخذه؟ دي الحته اللي بكراش عليها. وانتوا ما عندكوش كنيف في البيت؟ كنيف ايه؟ بكراش عليها يعني بحنكش عليها. واني فاهم الاولانيه لما هتقولي التانيه. يا عم يلا يلا.